تعتبر لغة الإشارة من اللغات التي يجب الاهتمام بها على نطاق واسع من أجل نجاح التواصل مع الصم والبكم، ومن الضروري أن يتقن أبناء المجتمع لغة الإشارة أو أساسياتها ليسهموا في دمج الأشخاص الصم وتعزيز قدرتهم على التواصل والتعبير عن حاجاتهم ومشاعرهم. معنا من جدة المدربة للغة الإشارة لوجين سندي. أهلا بك أستاذة لوجين معنا. يعني بداية، هل هناك حضور مناسب للغة الإشارة في الوقت الحالي بالنظر لتطور التقنيات؟ أهلا وسهلا فيك. أيوة، في الوضع الحالي اللي نحن فيه الحمد لله مع انتشار التقنية والتطورات اللي حصلت، صار في انتشار كثير للغة الإشارة. زي عندنا صار في تطبيقات خاصة بالأماكن الخدمية بتقدم خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقة السمعية وضعاف السمع، منها ترجمة مباشرة ومنها تواصل مع مترجمين عشان يتواصلوا مع الناس السامعين. غير أنه في التلفزيونات الآن صار في تحت عندهم مترجمين، ترجمة الإشارة في يوم الجمعة، ترجمة الأخبار وإلى آخره من البرامج التلفزيونية. طيب كيف ترين تقبل سوق العمل للمشاريع التي تدعم الصم والبكم كذلك ودمجهم في المجتمع؟ الحمد لله في الوقت الراهن أصبح هناك وعي كبير بذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة بفئة الصم وضعاف السمع. زي قبل فترة كان في حملة جدا كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة، زي مشروع هاشتاج اي في منطقة جدة. مجموعة من الشباب الصم وضعاف السمع عملوا مشروع كوفي شوب في اللي هو فوتراك، اللي هي السيارة المتحركة، بيقدموا قهوة للزباين، ونحن عملنا لها تغطية جدا كبيرة وفي ناس كثير جات دعمتهم وصورتهم. غير انه نحن كنادي الصم للنساء بجدة قدمنا كثير من المشاريع الحمد لله الناجحة، من اولها لواحدة من ضعاف السمع الاستاذة لواحد السليماني، صار عندها استوديو خاص فيها مصورة. وفي عندنا زهرة جمعة صار عندها عربية بليلة لما ينزل في رمضان بتقدمها برضو في البلد. وفي عندنا كمان بعض، في أخت عندنا أخت اسمها منال الأزوري. منال الأزوري فتحنا لها أول مشروع في الصوم اللي هي صالون نسائي، والصالون النسائي ده حصل على جائزة المركز الأول في مستوى المشاريع حول العالم. طيب كيف نستطيع أن نعزز في المجتمع أهمية لغة الإشارة وتعلمها كذلك؟ التعزيز بيكون بنشر الوعي، بالتعاون مع الجهات الخاصة اللي ممكن تدعم نشر لغة الإشارة، الانخراط في انخراط الأطفال والشباب في المراكز والجمعيات الخاصة اللي تدعم ذوي الإعاقة السمعية عشان يتعلموا لغة إشارة. غير أنه الإعلام نفسه كمان له دور أنه هو ينشر لغة الإشارة عن طريق الترجمة، والمدارس كمان، المدارس لو نزلت فيها مواد تدعم لغة الإشارة كمواد نشاط أساسي ممكن تتنشر لغة الإشارة بسهولة. ماذا عن دور العائلة أو الأسرة؟ طبعا أنا لما كان عمري 14 سنة لما تعلمت لغة الإشارة ما كان عندنا في العائلة أي أحد عنده إعاقة سمعية، فوالدتي الله يحفظها أستاذة فايزة نتو رئيسة نادي الصم للنساء بجدة حاولت أن هي تعرف أنا إيش نفسي أتعلم، فحبيت أني أنا أتعلم لغة الإشارة. فدور العائلة جدا أساسي في دعم الأطفال ودعم الأولاد الشباب بالذات في الثانوية العامة المتوسط، إنهم هم يساعدوهم يتعلموا لغة إشارة أو يتعلموا أي حاجة جديدة يخدموا فيها المجتمع. وما هو المأمول من وزارة التعليم في دعم فئة الصم والبكم ودمج هذه الفئة في المجتمع؟ طبعا نحن نتأمل أنه وزارة التعليم تخطو خطوة حول أنه هي تضع مادة لغة الإشارة كمادة نشاط أو مادة أساسية في المدارس كبداية لنشر اللغة، لأنه الآن الاتجاه الحديث في التعليم اللي هو نحو دمج
ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق التعليم الشامل في المدارس. فذوي الاحتياجات الخاصة حيكونوا متواجدين بكثرة داخل المدارس مع الأطفال العاديين، فلو نزلت المادة في المدارس حيكون جدا جميل. وأنا بدوري لي أكثر من 11 سنة بقدم مادة لغة الإشارة في كلية الدراسات العليا التربوية في جامعة الملك عبد العزيز قسم التربية الخاصة، فمعلماتي كلهم معلمات إعاقة سمعية، عن طريقهم ممكن يصير النشر كمان. فبرضو جامعة الملك سعود الآن سمعنا إن هم حيعملوا دبلوم مترجمين لغة الإشارة، فالحمد لله يعني التعليم الآن بيتطور. فكل ما يكون أسرع كل ما حيكون أسهل للصم إنهم يندمجوا في المجتمع.